السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني الأسبوعية لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات اليوم الاثنين الموافق 29 من يونيو من العام 2020. مثل ما تعودنا أخواني الأعزاء، قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نطلع على أهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر هذا الأسبوع وما لها من التأثيرات على أسعار العملات والسلع والمؤشرات، فهيا بنا نتطلع إلى الرزنامة الاقتصادية الذي بإمكانكم مشاهدتها من خلال موقعي الإلكتروني من قسم الأخبار الاقتصادية، والذي سوف تظهر أمامكم بالتعاون مع الموقع الاقتصادي الأبرز والأشهر موقع investing.com. وطبعا جميع الأوقات المذكورة سوف تكون بتوقيت مكة المكرمة، ونبدأ يومنا الحالي يوم الاثنين الموافق 29 من يونيو من العام 2020. يوجد خبر مهم جدا على الدولار الأمريكي في تمام الساعة الخامسة مساء، وهو مؤشر مبيعات المنازل المعلقة. ثم يوم الثلاثاء سوف تصدر بعض البيانات الهامة على الباوند البريطاني في تمام الساعة التاسعة صباحا، وهي الناتج الإجمالي المحلي. ثم يتبعه خبر مؤثر على اليورو في تمام الساعة الثانية عشرة مساء، وهو مؤشر أسعار المستهلكين والذي يقيس مدى التضخم والانكماش في الاقتصاد الأوروبي. ثم بعد ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة سوف يصدر خبر مهم جدا على الدولار الأمريكي، وهو الناتج الإجمالي المحلي. ثم يختتم اليوم بخبر مهم على الدولار في تمام الساعة الخامسة مساء، وهو مؤشر ثقة المستهلك، وهذا المؤشر يقيس مدى ثقة المستهلكين باقتصاد البلد ومدى القوة الشرائية لدى المستهلكين وإقبالهم على شراء المنتجات. ثم يوم الأربعاء سوف تصدر بعض البيانات الهامة على الين الياباني في تمام الساعة الثانية والخمسون دقيقة صباحا، وهو مؤشر تانكان للشركات التصنيعية وغير التصنيعية. ثم بعد ذلك سوف تصدر بعض البيانات التي تؤثر على اليورو، وهي في تمام الساعة العاشرة والخمسة والخمسون دقيقة صباحا، وهي مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني ومعدل التغير في البطالة في ألمانيا. ثم بعد ذلك يأتي خبر مؤثر على الباوند في تمام الساعة الحادي عشر والنصف مساء صباحا، وهي مؤشر مديري المشتريات الصناعي. ويختتم اليوم ببعض البيانات والهامة على الدولار الأمريكي، وتبدأ في تمام الساعة الثالثة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهي التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الـ ADP. وأيضا في تمام الساعة الخامسة سوف يصدر مؤشر مدير المشتريات الصناعي الصادر عن الـ ISM، وبعده بنصف ساعة سوف يصدر بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام. ويختتم اليوم باجتماع محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. ثم يوم الخميس سوف تصدر بعض البيانات الهامة على الدولار الأمريكي في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء، أهمها معدلات الشكاوى من البطالة وتقرير التوظيف بالقطاع الخاص ومعدل البطالة على الدولار الأمريكي. ثم يوم الجمعة سوف تصدر بعض البيانات الهامة على بعض العملات، وسوف نشهد عطلة ليوم عيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تصدر بعض البيانات الهامة في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا على الدولار الاسترالي، وهي الريتيل سيلز مبيعات التجزئة، والذي من شأنها أن تقيم مدى التضخم والانكماش في الاقتصاد الاسترالي. ثم سوف تصدر بعض البيانات الهامة على الباوند البريطاني في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وهي مؤشر مديري المشتريات المركب والخدمي. إذا هذه هي أهم البيانات والنشرات التي سوف تصدر خلال الأسبوع الحالي والذي لها تأثير على أسعار العملات والسلع والمؤشرات. إذا أخواني الأعزاء، هيا بنا ننطلق إلى فقرة التحليل الفني الأسبوعية. ومثل ما تلاحظون أمامكم زوج اليورو دولار، مثل ما تلاحظون زوج اليورو دولار تحرك في الأسبوع السابق بالقرب من منطقة الدعم المحورية والقوية الذي تحدثنا عنها سابقا، والماثلة عند 1.11700، والذي تعبر عن مفتاح الاتجاه، وتكلمنا في حال أن السعر تمكن
كان من كسرها وثبات أسفلها، فسوف يعود إلى القناة الرئيسية الهابطة الذي كان يسير فيها السعر منذ سنوات سابقة. أما في حال أن السعر لم يتمكن من كسرها والثبات أعلاه، فنتوقع له الصعود لاستهداف مستوى 1.13460. إذن مثل ما نلاحظ أخواني الأعزاء، نلاحظ أن زوج اليورو دولار يتحرك بشكل عرضي متذبذب ما بين الدعم الماثل عند 11700 وبين المقاومة الماثلة عند 13460، ويتحرك بين هؤلاء المفتاحين الاتجاه. وفي حال تمكن السعر من كسر أو اختراق أحد هؤلاء المفتاحين، فنتوقع له أن يتحرك بشكل قوي جدا ويحدد مساره. على سبيل المثال، في حال تمكن من كسر الدعم الماثل عند 1.11700، فنتوقع للسعر الهبوط والعودة مجددا للاتجاه الهابط واستهداف 1.10000 كهدف أولي على المدى المتوسط. أما في حال أن السعر صعد إلى مستويات 1.13460 وتمكن من اختراقها، فنتوقع له استئناف الاتجاه الصاعد وتأكيد الخروج من القناة الرئيسية الهابطة وتكوين ميل صاعد جديد قد تصل أهدافه إلى 1.14000 و1.15000 و1.17000 على المدى المتوسط. إذا خلاف أن يتم كسر أحد هؤلاء المفتاحين لاتجاه الدعم والمقاومة، نتوقع للسعر أن يسير بشكل متذبذب ما بين الدعم والمقاومة حتى أن يتم كسر أو اختراق أحد المستويين ليحدد مسير هذا الزوج واتجاهه. بإذن الله تعالى أتابع معكم من خلال فقرة التحليل الفني اليومية التحركات اليومية لهذا الزوج بإذن الله تعالى. إذا ننتقل إلى زوج آخر وهو زوج الباوند دولار. نلاحظ أخواني الأعزاء أن زوج الباوند دولار تمكن من كسر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، وحاليا يقترب من نقطة البايفيت الذي تكمن عند مستوى 1.23000. وفي حال تمكن السعر من كسر هذا المستوى ومن كسر هذا الدعم المسمى بمنطقة المحور ونقطة البايفت، فنتوقع للسعر المزيد من الهبوط والوصول إلى مستويات 1.18000 و16000، وأن يعاود زيارة الدعوم والقيعان التاريخية السابقة مجددا. أما في حال أن السعر تمكن من الثبات أعلى 1.23000 وتمكن من الصعود واختراق المتوسط المتحرك والثبات أعلاه، فنتوقع له أن يبدأ في موجة تصحيحية قد تصل إلى مستويات 1.27300 قبل أن يعاود السعر في الهبوط مجددا. ونحن ندعم السيناريو الهابط أكثر من السيناريو الصاعد لعدة أسباب فنية، أهمها أن السعر يسير ضمن قناة رئيسية هابطة والسعر يسير ضمن اتجاه هابط، وحاليا التداول السعر يتداول أسفل المتوسط المتحرك مما يزيد من الضغوط السلبية على السعر. وأيضا مؤشر الستوكستيك نلاحظ أنه لا زال لم يعطي أي إشارة برايس أكشن ولم يعطي أي إشارة من أجل بدء التصحيح أو الصعود بالرغم من وصوله إلى مناطق تشبع في البيع. إذا هذا هو السيناريو المتوقع لزوج الباوند دولار، وسوف نتابع معكم بإذن الله تعالى بشكل يومي التحركات اليومية لهذا الزوج أولا بأول. ننتقل إلى زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ونلاحظ إخواني الأعزاء أن السعر يتداول داخل المنطقة الرمادية المسماة بمنطقة المحور، وتعتبر منطقة قوية جدا وتعبر عن مفتاح الاتجاه لهذا الزوج. ومثل ما تلاحظون حاليا السعر إذا تمكن من اختراق 107.400 والثبات أعلاها، فنتوقع لهذا الزوج الصعود الذي قد يصل إلى مستويات 109 و110 على المدى الأسبوعي أو على المدى المتوسط. أما في حال أن السعر لم يتمكن من اختراق مستوى 107.400 وهبط إلى أسفل مستوى 106.550، هذه منطقة الدعم القوية، في حال تمكن السعر من كسرها والثبات أسفلها 106.550، نتوقع للسعر المزيد من الهبوط إلى مستويات 104 ومستويات 103 على المدى الأسبوعي والمدى المتوسط. إذا
تلاحظ أن الأسعار تتحرك بشكل عرضي محصورة ما بين دعم ومقاومة في داخل منطقة المحور، ومثل ما نلاحظ أن السعر أيضا يقترب من المتوسط المتحرك والذي يكون منطقة مقاومة متحركة منعت السعر باختراقها والصعود إلى أعلى. إذا نتابع مفتاحي الاتجاه الذي هي 107-400 وأيضا 106-550، وفي حال أن السعر تمكن من كسر أو اختراق أحد هؤلاء المفتاحين نتوقع له أن يسير إلى الأهداف الذي وضحناها والواضحة أمامكم من خلال الأسهم الموضوعة على الرسم البياني. وبإذن الله سوف نتابع أولا بأول معكم من خلال فقرة التحليل الفني اليومية لزوج الدولار ين. ننطلق ونشاهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. مثل ما تحدثنا في السابق أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تمكن من الارتداد من منطقة الدعم في يوم 10 يونيو وبدأ بالصعود، وحاليا يسير وفق السيناريو الذي وضعناه له، وحاليا يحاول السعر أن يتجه إلى الهدف الأولي الماثل عند 1.38 ألف، وفي حال تمكن من اختراق هذا الهدف وهذه المنطقة القوية الذي يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والثبات أعلاها نتوقع له أن يستأنف الصعود إلى مستويات 1.42 ألف و 1.44 ألف على المدى المتوسط. ونحن حاليا نرجح السيناريو الصاعد أكثر لعدة أسباب فنية، أهمها أن السعر يسير ضمن قناة رئيسية صاعدة وفي اتجاه صاعد، وأيضا يقترب السعر من منطقة المقاومة القوية الذي يتحد معها مؤشر المتوسط المتحرك. فإذا شرط ثبات وتحقق هذا السيناريو ثبات الأسعار أعلى مستوى 1.33 ألف ومية. طوال ما الأسعار ثابتة أعلى 1.33 ألف ومية نتوقع السيناريو الصاعد لهذا الزوج، ونتوقع وصوله إلى 1.38 ألف ومحاولة اختراق المتوسط المتحرك واختراق هذه المنطقة واستئناف الصعود إلى مستويات أعلى. هذا هو السيناريو المتوقع لزوج الدولار كندي، وسوف نتابع معكم بإذن الله من خلال التحليل اليومي. ننطلق إلى زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري. نلاحظ أن الزوج يتداول في ضمن قناة رئيسية هابطة ضمن اتجاه رئيسي هابط، الأسعار تتداول أسفل الترند الهابط، أيضا الأسعار تتداول أسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، وحاليا طوال ما الأسعار تتداول أسفل مستوى 0.95 ألف و400 يعتبر هذا الزوج يسير ضمن السيناريو الهابط المرسوم له، ونتوقع هبوطه إلى مستويات 0.93 ألف و92 ألف على المدى المتوسط بإذن الله تعالى، ولكن بشرط ثبات الأسعار أسفل مستوى 0.95 ألف و400. إذا بشرط ثبات السعر أسفل هذه المنطقة الماثلة عند 0.95 ألف و400 نتوقع هبوط الأسعار لمستويات 0.93 ألف و0.92 ألف بإذن الله تعالى على المدى المتوسط. ومثل ما تكلمنا فنيا يدعم هبوط هذا الزوج أكثر من السيناريو الصاعد للأسباب التي ذكرناها سلفا. إذا ننتقل إلى زوج الباوند ين الملقب بالمجنون. مثل ما تلاحظون إخواني الأعزاء تكلمنا كثيرا عن هذا الزوج في الأسابيع السابقة، وتكلمنا عندما كان يقترب من منطقة البايفت ومنطقة المحور وتنبأنا بكسر هذه المنطقة واستئناف الاتجاه الهابط، وبالفعل حصل الكسر وهبط الزوج ما يقارب أكثر من 300 نقطة، وحاليا خلال الأسبوع السابق بعد أن تم كسر منطقة الدعم ومنطقة المحور منطقة البايفت الماثلة عند 134 تحولت إلى منطقة مقاومة عنيدة جدا، والتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مكونا منطقة مقاومة عنيدة منعت السعر في الصعود، وحاول السعر اختبار هذه المنطقة وفشل في الاختراق وثبت أسفل نقطة البايفت 134، ونتوقع للسعر المزيد من الهبوط وتحقيق مستوى 130 و128. إذا السيناريو المتوقع لزوج المجنون هو الهبوط لمستويات 130 و128 بشرط ثبات الأسعار أسفل نقطة البايفت الماثلة عند 134. إذا
أي صعود في هذا الزوج أو أي تصحيح يتداول أو يتحرك أسفل 134 لا يزال يعتبر تصحيح، ويعتبر الزوج ضمن السيناريو الهابط بشرط الثبات أسفل مستوى 134. هذا هو السيناريو الأسبوعي المتوقع لزوج المجنون، وبإذن الله تعالى نتابع معكم أولا بأول من خلال فقرة التحليل الفني اليومية الذي نصدرها بشكل يومي. إذا ننتقل لزوج آخر، وهو زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية. هذا الزوج العنيد الذي يسير منذ فترة طويلة بشكل عرضي، ومثل ما تلاحظون حتى حجم الشموع اليابانية صغيرة جدا، وهذا يدل على قلة السيولة المتداولة على هذا الزوج وعلى العرضية بهذا الزوج. ولكن في الوقت الحالي ندعم السيناريو الصاعد لعدة أسباب، أهمها أن السعر يتداول بالقرب من منطقة دعم القناة الرئيسية الصاعدة ويسير في اتجاه صاعد وفي قناة رئيسية صاعدة، ويتداول أعلى منطقة الدعم الماثلة عند 6.8. إذا توقعنا للسعر الصعود إلى مستويات 6.9 وإلى مستوى 7 خلال الفترة القادمة. ولكن العائق الوحيد الذي تحدثنا عنه في التحليلات السابقة هو المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، والذي تلاحظون كيف يرد الأسعار إلى أسفل ويمنعها من الصعود واختراق هذا المستوى ومستوى المقاومة القوي. ولكن حاليا طوال ما السعر يتداول أعلى 6.8، نحن نرجح السيناريو الصاعد ونتوقع الصعود واختراق المتوسط المتحرك وتحقيق هدف الأولي عند 6.9 والهدف الثاني الرئيسي عند مستوى 7. ونلاحظ أخواني الأعزاء من خلال نطاقات البولينجر ومؤشر البولينجر بانتس أن نطاقات البولينجر تسير بشكل عرضي بشكل ضيق، وهذا يدل على قلة السيولة وأن هناك سيولة قادمة في السوق سوف تدخل، مما يحدث البريك أوت الانفجار السعري، ويعتبر هذه هي الهدوء الذي يسبق العاصفة. إذا إخواني الأعزاء نتابع هذا الزوج بحذر شديد، وسوف أتابع معكم من خلال فقرة التحليل الفني بشكل مستمر بإذن الله تعالى. ولكن نحن نرجح السيناريو الصاعد بشرط ثبات الأسعار أعلى مستوى 6.8. هذه هي نظرتنا لزوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية. وبإذن الله تعالى إخواني الأعزاء نتابع مثل ما تحدثنا معكم أولا بأول، وننتقل إلى زوج آخر وهو وننتقل عفوا إلى ملك الملاذات الآمنة إلى الذهب. تحدثنا كثيرا عن الذهب في التحليلات السابقة، ووضعنا له حد مثل ما تلاحظون في الرسم مستوى 1745، وتحدثنا لو تمكن الذهب من اختراق هذا المستوى فنتوقع له الصعود إلى مستويات 1800 و 1820. وحاليا نرجح السيناريو الصاعد وندعم صعود الذهب وتوجهه إلى تحقيق مستوى 1800 و 1820 بشرط الثبات أعلى مستوى 1745. يعني نتوقع تحقيق الأهداف وصعود الذهب إلى الأهداف الذي ذكرتها بشرط ثباته أعلى 1745 وثبات السعر أعلاها. ونحن نرجح السيناريو الصاعد لعدة أسباب، لأن الذهب يسير ضمن قناة رئيسية صاعدة، تداول أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، أيضا بدء ارتداد السعر من مؤشر التذبذب الستوك ستيك من مستوى 80 إلى أعلى، أيضا هناك شيء وهو تداول السعر أعلى مستوى الدعم الثانوي الماثل عند مستوى 1745. إذا هذه كلها مؤشرات فنية تدعم الاتجاه والسيناريو الصاعد لملك الملاذات الآمنة الذهب على المدى المتوسط. إذا سوف نتابع معكم ونحدث بشكل يومي بإذن الله تعالى في حال أن هناك حدث مستجدات خاصة بالذهب. إذا ننتقل إلى النفط الخام. أخواني الأعزاء، النفط الخام حاليا نتوقع له الصعود إلى مستويات 48 و 52 و 65 على المدى الطويل، ولكن بشرط ثبات الأسعار مثل ما تحدثنا أعلى منطقة الدعم الماثلة عند 37. إذا هذه أمامكم المستطيل المظلل باللون البنفسجي، يعتبر منطقة دعم محورية ونقطة بايفت للنفط الخام.
في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى هذا المستوى وأعلى نقطة البايفت ومنطقة المحور، نتوقع له الصعود إلى المستويات الموضحة أمامكم بالرسم البياني الذي تكمن عند 48 و52 و56 على المدى الطويل. ولكن في حال أن النفط الخام تمكن من الهبوط والثبات أسفل مستوى 37 وثبت أسفلها، فنتوقع له العودة للانتكاسة والهبوط مجددا، وقد يصل إلى مستويات 30 و28 مجددا. ولكن فنيا نحن ندعم السيناريو الصاعد لعدة أسباب، أولها تداول الأسعار أعلى المتوسط المتحرك، ثبات الأسعار أعلى مستوى 37 الذي هي منطقة المحور ونقطة البايفت، وثالثا سير الأسعار أعلى الترند الصاعد وتكوين قناة فرعية صاعدة يسير السعر فيها، وأيضا ارتداد السعر من مؤشر التذبذب الستوكستيك وبدأ التقاطع أعلى مستوى 50. إذن هذه المؤشرات كلها تدعم صعود النفط الخام بشرط ثبات الأسعار أعلى مستوى 37، وسوف نتابع معكم بإذن الله من خلال التحليل اليومي في حال هناك أي مستجدات تخص النفط الخام. وإذا نختتم التحليل الفني بقائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز، ومثل ما تلاحظون تكلمنا في الأسبوع السابق عن الداو جونز وكان يسير ضمن قناة رئيسية صاعدة مثل ما تلاحظون، ولكن سرعان ما لم يستطع اختراق المستوى القوي الذي تكلمنا عنه عند 26300، وهبط السعر وتمكن من كسر القناة الرئيسية الصاعدة وهبط السعر إلى مستويات السابقة التي ذكرناها بالقرب من مستوى 24700. وحاليا مثل ما تلاحظون أخواني الأعزاء نلاحظ أن المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم بمجرد ملامسة السعر لهذا المتوسط المتحرك الذي يكون منطقة دعم متحركة بدأ السعر بالارتداد والصعود. إذن ما هو السيناريو الأسبوعي المتوقع لمؤشر الداو جونز؟ في حال أن مؤشر الداو جونز تمكن من كسر المتوسط المتحرك وتمكن من كسر هذه المنطقة المظللة باللون البنفسجي الذي تعبر عن منطقة المحور وتمكن من كسر منطقة 24000 والثبات أسفلها، فنتوقع لهذا المؤشر الهبوط العنيف الذي قد يصل إلى منطقة 21000 و20000 و18000 على المدى المتوسط. ففي حال أن مؤشر الداو جونز لم يتماسك أعلى 24000 ولم يتماسك أعلى المتوسط المتحرك، فسوف نتوقع حصول انهيار قوي جدا لمؤشر الداو جونز قد يصل إلى مستويات 21000 و20000 و18000 خلال المدى المتوسط. ولكن في حال أن السعر تمكن من الثبات والتماسك أعلى مستوى 24000 وعلى المتوسط المتحرك، فنتوقع أن يعاود السعر الصعود إلى منطقة 26300 ويحاول الثبات أعلاها، وفي حال تمكن من الثبات أعلاها فسوف يتمكن من العودة للقناة الرئيسية الصاعدة مجددا ويعاود استهداف مستوى 29000 مجددا على المدى المتوسط. إذا هذه هي نظرتنا الفنية لمؤشر الداو جونز الأمريكي، وسوف نتابع معكم بإذن الله كل جديد. فقط هذه هي النظرة الأسبوعية التي نذكر فيها أهم السيناريوهات المطروحة، وفي حال من يريد أن يضع أي سؤال أو استفسار يمكنكم إرساله لي عبر موقع تويتر وحسابي في موقع تويتر، وسوف أضعه لكم في صندوق الوصف في المقطع، لأنني أتواجد دائما على تويتر وأرد على الرسائل في موقع تويتر. إذن أتمنى منكم عمل اشتراك في القناة ومتابعة ونشر للمقطع من أجل أن تعم الفائدة وأن يصلكم كل جديد، وأشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان الله.